اللي احنا نحبه مشروع وطني شعبي وسطي دستوري. عمرنا ما ننساه العائلة الدستورية ايش عملته في البلاد هذية. احنا كما قال رئيس الحكومة وكما احنا جايين من حزب زاد النداء تونس ما عناش نزيدوا عالتساترة، نعرفوا شنو اللي عطاو. والحكومة هذية ورئيس الحكومة والمنظومة بصفة عامة خذت خيار في العائلة الدستورية واضح. زيدوا لموا الشم، حضروا رواحكم، حضروا قوائمكم، نستناوكم يوم 27 جانفي في المستير. العباد اللي صحوا الكل واللي حبوا يجيوا زاد مرحبا بهم، مش كان اللي هون، ولكن هذه الارضيه الاوليه نبنيو عليها ما فما حتى اقصاء لحتى حد. نتلاقاو يوم 27 باش ناخذوا قرارات مهمه وباش نمأسوا الى مشروعنا اللي ان شاء الله ما يكون كان مشروع ما عنده حتى خيار الا الفوز والربح. والله ولي التوفيق ومرحبا بكم الكل وشكرا.